اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واهلا بيكم في شقه جديده ونهارده وجوله جديده. ونهارده جولتنا من المملكه العربيه السعوديه. البيت ده لسيده سعوديه راقيه جدا في التفاصيل، البيت واختيارها للديكور، وهعرض لكم يومياتها والجواز وتجهيزات العروسه عندها ازاي في السعوديه. يعني ده جهاز اختها، بصوا كده القمر ده. طبعا تعرفين ان العروسه بتجيب الحاجات الخاصه بيها اكتر، مش بتجيب الجهاز والمطبخ والتفاصيل، العفش اللي عندنا. بصوا بقى القمر، التفاصيل طبعا البخور، مباخر بكل الاشكال بتاعتها، والاكسسوارز بتاع العروسه والدهب، الحاجات دي معظمها كمان في حاجات بقى العريس جايبها. شو بقى الشكل الصناديق والشكل الحلو قوي لتنسيق جهاز العروسه، ربنا يسعدها اللهم امين، ويسعد كل البنات اللي في الدنيا. بصوا بقى الشكل، التفاصيل هنا بقى. ده مكان بيسموه المجلس اكتر منه انتري، والضيافه بقى طبعا عارفين القهوه العربي والديكور. بشوف بقى اختيار الالوان والمزج بينها حلو جدا، اختيار الالوان الجو اللي فيه بخور، المطبخ بتاعها حلوة قوي، الاضاءه اللي فيه ورا الحوض والشباك الكبير على الفيو، تنسيقاتها واختياراتها كمان لتفاصيل تنسيق الفطار والحاجات بتاعت الاستقبال حلوه جدا، هعرض لكم لكل التفاصيل دي. كمان هي عاشقه جدا جدا القهوة، يعني هي مسميه نفسها انا عشقت القهوه. بص بقى الجو الرومانسي اللي هي دايما عاملاها في بيتها. الجوله هنا اكتر منها تفاصيل في البيت، اكتر منها البيت ده فيه راحه نفسيه حلوه قوي بالهدوء اللي هي عاملاه، والتفاصيل الدقيقه جدا اللي هي عاملاها من ديكور وتفاصيل حلوه قوي. بص بقى تنسيق ترابيزه الانتري مع الشوكولات والبرفان، اسفه، والجو بتاع الشموع والبخور. بص بقى التشكيل، بص بقى بنات لو عاوزه بقى فكره لتنسيق ترابيزه انتري او سفره او استقبال، لو جالك ضيوف مع قاعده كده بس مع شاي، مش غدا، بس مش غدا. هنا بقى بصوا تنسيق الفطار مع الشاي بقى في شكل الاستكانه، المطبخ بتاعها هوريكم تفاصيل كمان فيه. بصوا ده المطبخ، هي الرخام ده بتقول صناعي، هي مش بتفضله الرخام الصناعي، كل الناس البنات بيقولوا ان الرخام الصناعي ممكن يكون ابيض زي ما انت عاوزه لو انت عاوزاه، بس مع الوقت بيطبع قوي الالوان ما بتطلعش منه بسهوله. شو بقى تنسيقات، انا يعني بصراحه كل شويه اقول لا مش هجيب حتت من المطبخ تنسيقات الفطار، بس بيجيبنا ذوقها وترتيبها، فبحب اعرض لكم كل التفاصيل اللي هي بتعرضها. حطولنا لايك للفيديو القمر ده اللي اول مره يشوفنا في القناه، يا ريت تشترك معانا تستفيدوا بقى من الافكار والديكورات اللي بنقدمها لو عروسه بتجهزي او ست بيت بتجددي بيتك. بص كل فيديو بناخد منه فكره كديكور كترتيب كتنسيق الوان. اتمنى ان فيديو النهارده يعجبكم زي ما انا شخصيا عجبني جدا الفيديو، عجبني جدا الحاجات اللي عاملاها فيها، في كميه راحه نفسيه في الترتيب بتاعها، رغم ان البيت مش فيه عفش كتير وتفاصيل كتير، لكن فيها تفاصيل مبهجه ورقيقه. ده شكل تاني برضو لتنسيق السفره بتاع الانتري، هما بيسموه المجلس. بصوا بقى الجمال، المباخر عندهم طبعا في دول الخليج تحفه حلوه قوي. والقمر بقى في التنسيق، وده شكل الاندري. المجالس عندهم بتبقى واخده شكل مربع كبير، لان بقى عندهم المجالس زمان بقى في حتى مجلس السيدات ومجلس الرجال. بصوا بقى تجهيزات العيد والهدايا بتاع العيد اللي هما بيعملوها، بصوا بقى الشكل ده، وهوريكم كمان تنسيقات بتاع رمضان، ده عيد الاضحى. بصوا الجمال، حتى الشوكولاتات نفسها مكتوب عليها، التورته برضو مرسوم عليها الخروف. بصوا بقى الجو الرومانسي اللي هي عاملاه، هي عامله جلسه تدليك في سيدات في البنيات بيروحوا البيت، يعني هي واصحابها جلسه زي جلسه مساج كده. شايفين بقى الجو بالعطور بالبرفان حلوة قوي التفاصيل اللي هي عاملاها، طبعا مع الشموع بقى والجو الرومانسي ده. هي عامله الجلسه عندها في البيت، هي حاطه العنوان بتاعهم كمان اهو. بعد ما تروحي انت المركز هم بيجولك لحد البيت، السيدات في البنيات بيقوموا بده. نرجع تاني للمطبخ القمر بتفاصيله الحلوه، عرضوكوا في الاول. بصوا بقى ده الاستكانه مع البراد الازاز بقى تحفه قوي في التقديم يا بنات، وهنا الكورنر بتاع الكوفي.
يعني هي بتعرض كتير جدا تجهيزها. القهوة انا حطيت لكم كام فيديو كده بس سيمبل تجهيزات القهوة اللي هي عاشقة ليها. مساحة المطبخ 3 في 4، طبعا عندهم في كل مكان في البيت. انا عرضت قبل كده كذا مرة، يعني 2 أو 3 بيوت لسيدات سعوديات. بصوا بقى تجهيز المخبوزات والتنسيق، هي حابة جدا. ما انتوا عارفين كمان ان دول الخليج معظم بقى عندهم مساعدات للبيوت، بس هي بتحب جدا تعمل مخبوزاتها وحاجات تفاصيل في بيتها هي بإيدها. بصوا بقى شكل التقديم، شكل تاني لتقديم الفطار. هي بقى بتحط حاجة غريبة، او بتحط دايما مية بتلج تحط فيها الورود الطبيعية. فكرة التلج بالنسبة لي جديدة، هي بتحب الورود جدا، بس فكرة ان انا احط تلج، في ناس يحطوا سكر عشان يحافظ على الورود اكتر فترة ممكنة. فكرة التلج مش عارفة ليه، لو حد عارف منكم يا بنات يا ريت تكتب لي في الكومنتات. انا بقى هتبدا تنسق زينه رمضان وترتب البيت استعدادا لشهر رمضان. بص بقى خدوا افكار حلوه برضو كمان للتنسيق. عارفه ان لسه بدري على رمضان، بس كل سنه وانتم طيبين، دايما الايام بتعدي بسرعه. تهتم جدا بالمسائيه، عامله كورنر هنا كده، بصوا الكورنر ده. وبرضو للعيد الاضحى بتعمل شوكولاتات وهدايا كده لعيد الاضحى. بصوا الافكار يا بنات اللي انا وريتها لكم في الاول اهو. شنط بشكل شيك بتحط فيها شوكولات مع بارفان، حلو قوي الافكار دي، مع التقفيل بقى والتشطيب كده بالوردة، شكله حلو قوي. بصوا بقى الجمال، هدايا بقى للاطفال هم هنا عندك البيت، او بتديها زي شكل العيدية بشكل شيك ومختلف. ترتيب بقى والترتيبات اليومية، بصوا بقى يومها بيبدأ بالطريقة دي، بترتب المطبخ وطبعا الفطار أساسي. بصوا شكل المطبخ قمر ازاي، الحاجات بتاع المطبخ هي بتقول هي شاريه حاجات من شيئين، حاجات من ايكيا من اكتر من موقع، والادوات الخفية بتاع المطبخ شاريها من اكتر من محل، اكتر الحاجات بتعجبها بتشتريها، في ناس طلبوا منها الاماكن. بصوا بقى هنا في الحديقة عاملة فطار برضو حلو قوي، الجو طبعا مع الالوان، هي كمان تحب الالوان الفاتحة. المخبوزات دي كلها معظمها هي اللي عاملاها. اتمنى فيديو النهارده رغم بساطته يكون نال اعجابكم وسبب لكم بعض من الهدوء كده والجو الرومانسي في الفيديو ده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وشقه جديده وجوله جديده. استنى تعليقاتكم للقمر ولايكاتكم الجميله، ويا ريت اللي مشتركش معانا في القناه يشترك وحط لنا لايكات كتير للفيديو، دايما اللايكات بترفع من الفيديو وبتوصله لعدد كبير من الناس ويشوفوه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.